بعد أن أطلقت المفوضية العليا للانتخابات في الإقليم بدء موعد الدعايات الانتخابية للأحزاب الكردستانية ترويجا للاستفتاء المرتقب، تسارعت الكتل السياسية لحمل ورفع اللافتات المؤيدة للاستفتاء. بدأت البارحة الناس تتجمهر عند القلعة لأنه أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان عن بدء الحملة بعد الساعة 12 لدعم يعني حملة الريفرندوم أو الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان. فبدأوا الناس من العصر يبدون ينشرون صور على سيلفيات، على صور على مواقع التواصل الاجتماعي. شوارع أربيل ودهوك وكوسنجر اكتظت بلافتات الريفرندوم أي الاستفتاء، والبلي أو النعم نحو الاستقلال صار خطاب جماهير تلك المدن. طبعا الحملات هذه ستشهد تجمعات جماهيرية، ستشهد بعض البرامج الإعلامية، بعض الأنشطة الثقافية. اللي يهمنا احنا كمراقبين لشأن الاستفتاء انه الناس يكون عندها حرية الاختيار في الاستفتاء لنعم، وأيضا يكون لها حرية الاختيار للا. إلى ذلك تسعى الأحزاب المعارضة وعلى رأسها التغيير والجماعة الإسلامية في السليمانية لتأجيل موعد الاستفتاء خلافا لبقية الأحزاب الكردستانية، والكفة تميل للأغلبية رأيا وجماهير. هنا في شوارع وأزقة ومحال أربيل تتسارع الخطى نحو الاستفتاء وصولا إلى الاستقلال، لكن تبقى التساؤلات مبهمة نحو الطموح. هل سيؤجل الاستفتاء أم سيجرى في موعده المحدد وصولا إلى الاستقلال الكردي المطلوب؟ للشرقية نيوز، مهند محمود، أربيل.